حوالي 73% يعتقدون بأن العرب يعني حجم هائل ويمكن أن يكونوا فعالين وإلى ما هنالك من هذا الكلام. الحقيقة أن هذه النسبة تدل على شيء واحد، أن الإنسان العربي مصاب بداء الفانتازيا وبداء العنطريات التي أكل عليها الدهر والشيء. العنطريات الفارغة، العنطريات الفارغة والفاضية التي لا تقدم ولا تؤخر شيئا. العرب يا سيدي اخترعوا أو ابتدعوا أو اكتشفوا السفر، ولكن ماذا فعلوا به؟ يوجد من جلس عليه، ويوجد من وضعه على رأسه، ويوجد من حزم به وراح يهز الصدر والبطن والورك من أجل أن يسوق للعالم على أن الإنسان العربي المعاصر، الإنسان العربي الموجود هو يعمل حاجة. الإنسان العربي الآن هو مجرد سف آلاف الأصفار على الشمال، آلاف الأصفار على الشمال. الإنسان العربي الآن فقد قيمته، فقد إنسانيته، فقد حضارته، فقد كل شيء، ولا يوجد عنده أي مقومات تدل على أن الإنسان العربي هذا يمكن أن يعول عليه لصناعة أي شيء. هذا دليل على أن العنطريات هذه مغروسة في الإنسان العربي، مغروسة فيه إلى درجة لا يمكن تصورها، مغروسة فيه إلى درجة أنه صار الإنسان العربي يرى نفسه أنه يستطيع أن يذهب إلى القمر. لو سألتهم هل تستطيع أن العرب سنة 2015 يذهبوا إلى القمر، سيقولون لك نعم العرب سيذهبون إلى القمر. والله العرب لن يخرجوا من أبواب بيوتهم إلا مئات الكيلومترات، لن يتجاوزوا إلا مئات الكيلومترات. هذا كلام فارغ، كلام فاضي. الإنسان العربي متخلف، أقولها بصراحة، متخلف متخلف متخلف، ولا يصلح أصلا للحضارة، أصلا للحضارة. وهذا بغض النظر، لا أعود أن أرجع للتاريخ، أنا أتكلم على الإنسان العربي الموجود الآن، أتكلم على الإنسان العربي في الراهن العربي الآن، لا أتكلم عن الإنسان العربي القديم أو في عهد الفتوحات الإسلامية أو كذا. أنا أتكلم عن الإنسان العربي الموجود الآن، فقد عروبته، أصبح يصدر الشاورما ويصدر الفلافل ويصدر الترمس ويصدر الشم الصفراء والسوداء إلى أوروبا، ويدعي أنه يحمل إلى شيء إلى أوروبا أو إلى الحضارة، ويسميها حضارة. حاكم العربي هو يعكس صورة هذا الشعب كما تكون يولى عليكم، لأن الحاكم العربي لم يأتي من المريخ نزلا، ولا أتى من الشمس، بل خرج من هذا الشعب ويحمل تصورات هذا الشعب. وأي مواطن عربي لو تضعه في الحكم، وأتحدى أي مواطن عربي أنه ممكن يعمل شيء لو وصل إلى الحكم، بل سيعمل أكثر مما يعمل هؤلاء الحكام العرب. إذا لا فرق ما بين الحاكم العربي والشعب العربي، كلهم في سلة واحدة ما دام عنوانهم العرب. طيب، ما دام هذا عنوانه، انظر ماذا فعلت حركات المقاومة الصغيرة بأسلحة بدائية جدا في وجه المعتدين والأعداء بشكل عام. هل تستطيع أن تنكر ذلك؟ هل تستطيع أن تنكر ذلك؟ إذن هذا ينسف كلامك من أساسه. أي مقاومة تتحدث؟ الوقت يدهن. تتحدث عن المقاومة في حزب الله، فحزب الله دمر لبنان، دمر لبنان في مؤامرة فارسية، أقولها الآن ولا أزيد على هذا. تتحدث عن المقاومة في فلسطين، فقد دافعوا على أنفسهم، مجموعة من الناس تدافع على أنفسهم، اعتداءات من كل جانب. ماذا صنعوا؟ هل هزموا إسرائيل؟ هل دمروا إسرائيل؟ واحد لما يدافع على نفسه اعتبروا أن حقق معجزة. لا أبدا. الواقع العربي الآن واقع منهزم، واقع في الحضيض، نحن مهزومون سياسيا وعسكريا واجتماعيا وحتى نفسيا وخطاب المؤامرة الذي يتحدث فيه كل شيء نرميه على الآخرين. خذ مصر مثلا، خذ مصر، ماذا لدى مصر الدولة العظمى؟ أنت أسألك. نعم، ماذا لدى مصر؟ ما عندها شيء، ما تستطيع أن تعمل شيء. عندها لا 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 ترمس، أقولها بسخرية تامة، ولا تستطيع أن تفعل شيء. هي تعيش عن المساعدات الأمريكية، لو تقطع عليها المساعدات الأمريكية يجوعون. لا تستطيع أن تدخل حرب من الناحية الاستراتيجية ومن الناحية العسكرية، ولا تستطيع أن تفعل شيء، ولا تستطيع. ألم تنتصر؟ ألم تنتصر في هذه بعض الحروب؟ لم تنتصر. أنا نحن سبعين انتصار، هو هزيمة أخرى. لم تنتصر، لم تنتصر، وتبعتها معاهدة كامب ديفيد بعد سنوات قليلة. لم تنتصر أصلا، ولا توجد على دولة عربية حققت انتصارا في العصر الحديث، ولا يوجد أي انتصار يمكن أن يذكر. كلها هزائم، ونحن نسوقها على أساس أنها انتصارات. تراهم في الغرب، كيف الإنسان العربي يفعل؟ كيف يعيش الإنسان العربي؟ والله يعطي نموذج سيء. إذا تكلمت عن اللص فهو عربي، وإذا تكلمت، إذا وجدت شاب يطارد فتاة في شارع لندن أو باريس أو غير فهو عربي. وأي كل من الأخلاق السيئة وكل. We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order. When we are successful, and we will be, we have a real chance at this new world order.
justice. The affirmative task we have now is to actually create a new world order. It is a big idea, a new world order, peace and security. Peace and security for the world. So you keep your mouth shut. When we are successful, and we will be.